السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي، كنتمنى تكونوا في تمام الصحه والعافيه. وصفتنا لليوم تكون عباره على واحد الفلون بالجزر كيجي لذيذ ان شاء الله اخواتي تكتشفوه معايا وتجربوه. الى عجبكم ديروا لايك واشتركوا في القناه باش تصبحوا بجديد الوصفات. نتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه لهذا الفلون هذا غنحتاجوا على بركه الله واحد نص لتر ديال الحليب، يعني نص لتر ديال الحليب. عندنا جوج اكياس من السكر، من الفلون ديال الفاني، الكيس ديال 6 غرام او 5 غرام داك الصغير، نديرو منه جوج اكياس بنكهة الفاني. غادي نحتاجو بالنسبه للفلون فهو يعني داك المستحضر ديال الكاسترد بالنسبه للاخوات في الدول العربيه، والمستحضر ديال الكاسترد بنكهة الفاني. قلنا الوزن ديالو 6 غرام. غادي نحتاجو هنايا 3 معالق ديال السكر الخشن، تتبقى طبيعه الحال الكميه ديال السكر حسب الذوق. وغادي نحتاجو جوج حبات متوسطين ديال الجزر اللي خديناهم ونقيناهم وحاولنا نسلقوهم، ما نسلقوهمش بزاف، يعني نخليهم فيهم نخليو شويه شاد الروح ديالو واحد 5-10 دقائق يتسلق صافي. وهادو هما المكونات اللي عندنا. ندوزو على بركه الله طريقه التحضير. اول حاجه غادي نديروها اخواتي، غادي نحاولوا اننا نطحنوا هذا الخيزو ولا الجزر اللي عندنا، ولا طبيعه الحال الزروديه، حنا في الجهه الشرقيه تيقولوا لها الزروديه. نحاولوا على بركه الله نطحنوها. بسم الله. هنا لاحظوا معايا اخواتي، طحنا خيزو مزيان او الجزر مزيان. نتاكدوا اننا طحناه مزيان، الا كان عندكم شك ان النقوع عندكم ديموكسو فيستحسن انكم تصفيوه. دابا غادي نحاول نزول هاد الاسميتو ونخلطوا المكونات السائله مع بعض. بالنسبه للمرحله الثانيه غادي نحاولوا اننا ناخذوا الحليب. بسم الله. قلنا نسيدرو ديال الحليب، غادي نوضعوا 3 معالق كبار ديال السكر، وقلت انا بالنسبه للحلاوه تبقى طبيعه الحال حسب كل سيده. غادي نوضعوا جوج اكياس من فلون ديال بنكهه الفاني. غادي نحاول نخلط هاد المكونات ونضيف لهم الجزر. بسم الله. غادي نضيف الجزر طبيعة الحال اللي قلنا سلقناه وطحناه. نحاول نخلط مزيان. بسم الله. هنا من بعد ما خلطنا مزيان فغادي نحاولوا اننا نوضعوه على النار حتى وكان يغلى، يعني الشكل العادي ديال اي فلون. طبيعة الحال اخواتي من بعد ما غلى الخليط ديالنا فتنحاولوا نخوروا في الاكواب اللي غادي نقدموا فيها وتندخلوه حتى وكان يبرد مزيان، ومن يخرج فتنزينوا حسب الرغبه ونقدموه بالصحه والراحه. الفلون ديالنا اخواتي كتلاحظوا معايا من بعد ما قبط راسو برد مزيان، يعني خاصو يبرد تماما، فتنحاولوا اننا انا زينته بشويه ديال الموز. كتعرفوا ان الجزر كيتواتر بزاف مع الموز ولا مع البنان، وشويه ديال الشكلاط هكا محكوك من الفوق. فكنتمنى هذه الفكره هذه ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وندعسوا بها في هذا الحر هذا ان شاء الله تعجبكم اخواتي الوصفه. وما تنساوش بحال ديما الى عجبكم عجبتكم الحلقه ديروا لايك واشتركوا في القناه باش توصلوا جديد الوصفات. الى حلقه قبيله بحول الله.